لا تكررون إن في عالم يقول أنه في عالم حرام لا تكررون حتى يعتبر إلا فمن دليل على تحريم حتى إذا فتح المجال أن يمكن أن يكون أنت ما طرف سماء البحر أو تعليم دخان فحسيتهم بالنسبة للقياس ما جاوبت أنا بقول ولا تأخذني فيما أقول أنا مش واجبي أن أعلم الناس من العلم الذي عندي فقط عندي واجب ثاني أعلم الناس كيف يتكلم يسألوا وكيف يجاوب شايف بتأخذني بهذا الشيء ولا بتأيدني لذلك أنا حريص إني أعلمها حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه شو بقى يا حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه أنت لو تسأل شيء أنا والدي يوم لكن أحيانا جوابي أنا بنتنا على سؤال مني إلهي أنت ما تنتبه السؤال الجايب عني مش في العيب عنه بعيدة تجاوبني مثل ما فعل جارك الجنب مارك أنا بسأل عن شيء ويجي وطي لي أشياء ما في حاجة إلا بجوز يجي الوقت الحاجة لكن هل ما لك في غير أنت أنا سؤالي كان ما طرق سمع بحث في أدلة تحريم الدخان تقول لا تقول لا مجرد سماع هذا شيء فكان المجتمع انا سمعت قلت له سمعت ان الناس حرموا وناس حللوا وناس ابقوا لكن الادله ما بعد طيب يقول الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرر شو اتوقع فيه؟ طيب عارف شو ديالك شو معناه؟ حتى إذا كنت عارف منشي لغيره إذا ما لك عارف موقف عنده لا ضرر ولا ضرر معناه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره لا ضرر لنفسه ولا ضرر لغيره واضح؟ الآن شو اعتقادك أنت الدخان حسب ما علمت مضر بشاربه ولا نافع إذن صح أنه بنقول له ما بيجوز أنت تشرب دخان لأنه مضر إلى والرسول يقول لا ضرر صح هذا دليل وعدت وجهي تماما طيب انت في الشطر الثاني من الحديث لا ضرار مثل ما سألتك عن الشطر الاول من الحديث انت تعرف انه شارب دخان بضر نفسه اجبت بالايجاب اثنان الان في عندك استيعاب بجواب السؤال الاتي تعرف انت
فإن هذا يشعر الدخان بظل غيره. إذن هو جمع شقي الحديث في المخالفة، هو بدون نفسه وبدون غيره. إذن شو الدليل أفضل من غيره؟ في أدلة ثانية أتبعنا، بس هذا دليل منصب على الدخان صب، لا ضرر ولا ضرار، بدون نفسه وبدون غيره، ورسول الله ما بيجوز بدون نفسه، أظن أنه ما بيجوز بدون غيره. دكتور الحديث نعم؟ الحديث، تفضل، الحديث حرم التحريم؟ طبعا، طبعا تحريم، بهذا الخبر، شو اللي هذا الشكل؟ قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شو بدل هذا على التحريم ولا على التنزيه؟ بدل على التحريم، هذا هو بدل على التحريم، هذا حقيقي مو ضعيف. يعني من أكثر كل حديث متحرم. حسب نص الحديث سيرة فعل أمر رجل مو أمر رجل نهي تختلف في النص. أنت شكيت في دلالة آية التعليم؟ لا أنا ما شكيت في دلالة آية التعليم يا أخي، لا الدرجة أنت خلي فحص أرض وعطى شوف الذين لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا ضرر ولا ضرار. شوف الله العربي أما في أمر به للديون، في أمر به للاستعمار، في أمر به للإرشاد، نعم في شيء، لكن شو جاب الغرور؟ يعني نحن هلا في العبارة لا ضرر ولا ضرار، عربية بيقول لا يجوز أن تضر بنفسك ولا يجوز أن تضر بغيرك. والآية القرآن جديدة في ناس قرآن جديدة آية القرآن يا تعليم أنا برد عليك بقول له أنت مسلم بإذن الله، أي مؤمن بالله بإذن طبعا، بقول له انت مؤمن برسول الله بإذن أكيد، ليش عم تسأل السؤال؟ بقول له لأنك أنت ما قنعت بكلام الرسول ورجعت كلام الله. ها؟ عرفت شو بتقول؟ فأنت بتقول في ناس هيك وفي ناس كمان بيردوا علي هيك، فأنت بدك تعرف ما شو بتقول عليك. هذول نعم كمان شو بتقول؟ هذول الناس هذه بدهم معه محاضرة خاصة لا ليعرفوا قيمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بدهم محاضرة خاصة لبيان قيمة سنة الرسول عليه السلام والإسلام، وأن من لا يهتم بهذه السنة فليس مسلما أبدا، ليس مسلما إن صلى وصام، بل هو سوف لا يستطيع يصلي يصوم فورا يتوضا بسنة الرسول عليه السلام. أنا ما واحد بيقول لك في آية في القرآن بس ليش ما عجبك كلام الرسول عليه السلام؟ بينك على عيني بلفة بدورة بسيطة، بينك على عيني طيب على عينك خليك مع كلام الرسول على عينك. طيب بعدين احنا ننتقل الى قضيه ثانيه.
لتأكيد أن الضرر هنا حرام. أظن أنك تعرف قوله عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تظن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بالوالد. وتعرف أن الشجرة الخبيثة هي الثوم أو النصر، وأن أكل الثوم والنصر حلال مش حرام في البستان، لكن رائحته كبيرة. فإذا جاء وقت الصلاة ومثل ما فرض عليه يصلي صلاة الخمس، فرض عليه يصليها مع الجماعة، تعرف الشيء الذي شو الإخبار إذا قال له الرسول: أنت يا آكل الثوم والبصل الحلال ما بجد لك تروح إلى المسجد تأدي فرضك